مرحبا مرحبا بكم الناس الكل، على سلامتكم. باش نبداو نرجعو للايبوات شوية. أكيد تعرفون نحب نحكي برشا على المنتخب الوطني التونسي، ونحب المنتخب نستناو يتلم النومبر شوية يكبر، وبعد نبداو نحكي إن شاء الله في اللايف نتاعنا. باش يكون معانا بعد شوية صديقنا وزميلي من شهر مسافر مهدي عبيد، اللي كيف كيف نتقاسمو زوز مغرومين برشا بالمنتخب. إن شاء الله بعد شوية نحكيو في كل ما يهم المنتخب. أكيد انتوما أيضا تنجموا تتفاعلوا معانا سواء باللي كومنتير، تخليوا لي كومنتير نتاعكم على الكلام اللي باش يتقال. وليد طياشي طياحي، مرحبا يا خويا، مرحبا بيك. وإلا إذا كان تحبوا تطلعوا معانا حتى في اللايف، مرحبا بيكم أكيد الناس الكل. باش نحكيو شوية على القائمة بتاع المنتخب التونسي. أكيد موجودين المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم، هاو كا تنجم تقراو ستاتيو وما يخفيوش على اثنين. فهلي المواضيع اللي شدوا الرأي العام واللي راح تحكي عليهم برشا، حراسة المرمى، غياب كشريدة، برشا أيضا تحكي على دعوة معز حسن. دونك هذا كل باش نحاول نحكيو فيهم. أشرف دياح يقول لي معز بن شريفية أجدر من معز حسن بشوية. أشرف نحكيو كيف محمد علي يقول لي شبيك ما عادش تحل انستغرام، ميساش غن نمشيو نخدمو شوية الباج فيسبوك نرجعو للانستغرام. بون فما دي كومنتير الواحد ما يجاوبهمش خير. بون اللي متقلق راهو معناتها زايد، معناتها الواحد يكسر في راسه قاعد يتفرج، مادام عابد ما يحبش يتبع ولا باش يكتب كلام خايب ولا حاجة، عطيه زايد معناتها تكسر في راسك وتكسر اللي في راسي، معناها زايد تكتب فيهم لي كومنتير. ربي يهدي بك، مانيش نسبك انا، اما ربي يهدي. بون الحق تعودت وانا ديما كان يكون عندي احترازات، وكلمتي نقولها بخصوص المنتخب والقائمة بتاع المنتخب والاختيارات في المنتخب والملاعبية بتاع المنتخب. لكن بصراحة اليوم شفتوني حتى هبطت تدوينة، عجبتني الحق القائمة بتاع المنتخب. أكيد ولا هو حتى اللي عنده شوية تحفظات، وهذا حق الناس الكل، نصبر شوية أجل شوية التحفظات هذه نخليهم بعد المقابلات القادمة للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب مالي. أكيد مقابلات مهمة، دونك نصبر شوية نشوف ونحكم. هذه أول دعوة، معناتها أول كونفوكاسيون للمدرب جاهل القادري. نصبر نشوف شنو هي باش تعطي، وبعد الكل حادث حديث. أكيد هو وحده يتحمل المسؤولية بتاع القائمة بتاعه. دونك كما قلت القائمة عجبتني. علاش؟ اولا تقريبا الملاعبيه اللي اون فورم في البريود الاخر الكل وجه لهم الدعوه. نحكي خاصه هنا على مرتضى بن والناس، نحكي على مثلا نادر الغندري كيف كيف، الكلام على سعد بقير رجع، ياسر الخنيسي كيف كيف ولا هو اللي يستحق رجع، فرجاني سيسي كيف كيف في فورم البريود الاخر رجع. دونك شفنا مع الملاعبيه اللي ماهمش قادرين يلعبوا، دونك واللي راح نحكي عليهم اكيد بعد شويه، ونعرفهم من الكل. واللي كانوا ديما موجودين في الليسته كانوا ديما موجودين قبل اتنحى اليوم، واكيد خاطر ما قدموا حتى الاضافه للمنتخب. دونك هذا مؤشر ايجابي للمنتخب والمدرب المنتخب. باهي خلينا نبداو الحديث من حراسه المرمى. دونك اكيد موضوع تحبوا تحكيوا فيه برشا الحق. فما 3 حراس لا شك ولا اختلاف فيهم اليوم يمكن الافضل في تونس. نحكيو على بشير بن سعيد، نحكيو على جمال، نحكيو ايمن دحمان. تقريبا الناس الكل الاختيارات نتاعها الكل ماشيه في الاتجاه هذا نتاع هذوما الثلاثه. بقى معز حسن، فما شكون يقول معز بن شريفيه يستحق؟ معك، فما نجم يكون زوز زوز ينجم يكون معز حسن ولا معز بن شريفيه. فما عوامل حتى في اعتقادي اليوم كنت خاضع حتى في الندوه الصحفيه، فما عوامل خلت المدرب يعيط لمعز حسن، منها ان هو اقرب من معز بن شريفيه في البريود الاخرى، ولو انه حتى معز ارقام محترمه جدا في الترجي، قبل تقريبا 2 اهداف في السنه فقط، زوز كانوا من ضربات جزاء، قاعد يعدي في بريود محترمه جدا. دونك نوتو نعمل الشوا نتاع معز حسن، ولو انه في اعتقادي ما لازمش نركزوا فيها برشا النقطه نتاع غياب بن شريفيه ولا غياب ولا حضور معز حسن، خاطر بالحق ما يفرقش برشا سوى حضر بن شريفية ولا معز حسن. هاو نعطيكم انا من توا زوز ما همش يلعبوا، راهو اكيد لا معز حسن باش يلعب ولا معز بن شريفية اذا كانوا موجود باش يلعب. الزوز مشاو يمكن برشا يقولوا علاش 4 حراس. اليوم حتى المدرب جلال القادري كان فسرها في الندوة الصحفية، كان قال
اربع حراس، على خاطر فما دي كان بتاع الكوفيد نجم يتصاب لك جارديان ولا زوز كما سالنا في الكان اللي فات. دونك على هذاك خذا حذر وخلى كات جارديان يكونوا في الستاج نتاع المنتخب، وهذا في اعتقادي اختيار محترم. لو انه كما قلت الاختيار نتاع معز حسن واللي ماهوش تعدى فترة باهية برشا مع الكلوب في اول عام يمكن كان خير شوية خير بعد من البريود هذه. دونك يتناقش الحق، يتناقش الاختيار نتاع معز حسن على حساب بن شريفي، ولو انه كما قلت ما يفرقش برشا. بالنسبه لبقيه الحراس الثلاثه الحق ما نحبش نحط روحي في بلاصه المدرب، خاطر انا في رايي الثلاثه يستحقوا يكون واحد منهم الجارديان في المنتخب. علاش؟ بشير بن سعيد اولا ما فماش علاش يتنحى، عمل كان محترمه جدا، معناها ما غلطش السيد. فما في بعض الاحيان صحيح ما قدمش رونتمون كبير، ما وراش اللي هو شكري ولا عطوقه، لكنه ما غلطش على الاقل، وهذا يعتبر حاجه ايجابيه، ولان نحمد عليها ربي في تونس اللي الجارديان عندنا ما يغلطش، معناها خاصه بعض الويلات اللي شفناها في البريود الاخر، سواء بن بلبولي بن مصطفى بن شريفيه معز حسن، الكل خاطر عملوا كوارث الحق. دونك الجارديان يوصل ما غلطش عندنا في تونس، نحمد ربي ونقولوا جارديان خرج كان محترمه. دونك فماش علاش باش يتنحى، خاصه ايضا مع الاتحاد المونستيري ارقامه محترمه جدا السنه، قاعد يعدي في ماتشات بهين، دفاع المستير تقريبا من احسن الدفاعات في البطوله، ما عنديش الرقم بالضبط لكن في اعتقادي هو الاول والثاني في البطوله. الكلين شيت هو ظهر لي عمل 9 من 12 مقابله، مع 9 مقابلات ما قبل حتى هدف. دونك ينجم يكون هو الجارديان في المنتخب. ايضا البريود الاخرى علي جمل وايمن دحمان، الزوز ما شاء الله عليهم البريود الاخرى قاعدين يعديوا في ماتشات كبار برشا الزوز، وزوز اي واحد منهم الحق يستحق يكون الجارديان الاول في المنتخب، وزوز اي واحد من اللي تروا جارديان هيفهم يكون في الكاج نتاع المنتخب ضد ماي، لازم الكل نكون وراه، خاطر اي واحد في الثلاثه هيفهم يستحق. دحمان وعلي جمال عليه تظلم برشا، وقعد بريود كبيره في بناك في لاسبيرونس وحتى في المنتخب، لكن اليوم مع ايتوال قاعد يقدم في ماتشات كبار، عمناوي مع ستاد عمل ماتشات كبار برشا، دحمان كيف كيف اكيد ان شاء الله نتمناو يكون هو جارديان المستقبل في تونس، جارديان العام 98، شخصيه قياديه كبيره في السي اس اس رغم صغار سنه، تالق كبير في ماتشات الاخرانيين، ما شاء الله عليه، ان شاء الله يكمل هكا، وان شاء الله يكون هو في البريود الجايه الجارديان الاول في المنتخب. دونك الاختيار صعيب الحق، ما نجمش نتقد ان الشواء نتاع المدرب اذا كان اختار اي واحد من هذو من الثلاثه، علي جمل، ايمن دحمان، والا بشير بن سعيد يستحقوا يكونوا موجودين، هما واحد منهم الجارديان الاول في المنتخب. معز حسن بعد على الفورمه شويه موجود، يمكن باش يكمل به القائمه فقط، ما لازمش نركزوا برشا في النقطه نتاع هو والا معز بن شريفيه. دونك خاطر نقاش عقيم ونقاش زايد، ومش باش يشارك لا هو لا معز بن شريفيه كما قلت اذا كان موجود. باهي نمشيو نحكي ونقدموا بشويه في انتظار يلتحق بنا مهدي بعد شويه، ونبدا ناخذ كيف كيف انتوما اذا كان تحبوا تدخلوا معنا، مرحبا بكم، نقرا شويه كومنتات ما يسالش. باهي نبدا، فما هشام يقول لي فما مداخلات معاك على المباشر، اي هشام بعد شويه ان شاء الله نبدا ناخذ في العبيد، خلينا نتكلم هنا وبعد اعطيكم مجال تتكلموا انتم. باهي زياد جميل يقول لي معاذ حسن باهي ينجح مع المنتخب، ديجا حكيت عليه، جاوبني على سؤال معاذ بن شريفيه اشرف الدايح يقول لي اشرف من معاذ حسن ارقام تحكي، قلت موضوع ما لازمش نركزوا فيه برشا، زوز يستحقوا ينجم يكون هذا ولا هذا، معاذ بن شريفيه يستحق، معاذ حسن كيف كيف يستحق، الحدادي ما تنحاش، مش لازم يتنحى، وسام ظهر لي ملاعبي ديسيبليني برشا، ملاعبي ما تسمعش حسه يلعب في اوروبا، قاعد يلعب في المقابلات، يلعب ريد جوش ويلعب في اللاكس، نحتاجوه نجمه هكا ولا هكا، صحيح تعدى بريود خايبه بريود الاخرى، لكن ملاعبي لازم يكون موجود في اعتقادي في القائمه، مش نحكي على الدفاع خاصة نحكي اكثر. باهي خلينا نمشيو للدفاع، الكلام تقال برشا على حمزه المثلوثي وجدي كشريده. وجدي كشفيلة ظهر لي في البريود نتاع الكوب دافريك، ظهر لي باهي تو نحكيو بعد او مهدي التحق بينا تو بعد نزيدو نحكيو، واه خلينا ندخلو معانا مهدي بشوي بشوي نحكيو حتى مع مهدي واكثر نمشيو في التدرج نتاعو. مهدوش اهلا سلام لاباس سافا شنو الامور؟ الحمد لله لاباس عليك. اللايف نتاعي مش بحجم اللايف اللي كان في قصتك، هو يعني قاعدين نقدموا بشوي بشوي.
يعطيك الصحة وسلم على العباد الكل اللي قاعدين يتفرجوا فيك. بالعكس قاعد تسرق لي، تهز لي في الأوفياء من صفحتي. كيفاش؟ جبت جماعة معاك؟ هاي ما نطولش عليك، نعرفك عندك التزامات بعد شوية، خلينا نحكي شوية على المنتخب. كيفاش شفت مهدي اون جينيرال الليستة اليوم؟ والله كنت نسمع فيك شوية بصراحة برشا حاجات سلام. هو معناتها احنا ديما نجتمع وحاكم انه معناتها كل مدرب باش يعطي قائمة تونسي معناها نجم نختلف معاه، ونجم 12 مليون قائمة تخرج، هذه حاجة عادية برشا. تبقى الأهم من القائمة، خاطر نجم نعمل قائمة معناها فيها 28 تبقى الناس الكل فرحانين بها وشيخين بها، وما عندكش كل ملاعب اليوم وكل فريمون معناتها متأسف عليك فاش مش موجود في القائمة، فماش الفلتة معناها اللي مش موجود في القائمة. الأهم من القائمة الكل حسب رأيي ال11 الأساسيين في ظرف صغير برشا، في 6 حصص تدريبية فقط سلام عندك. كيفاش المدرب باش يوظف بين الذهاب والإياب، وقراءة المنافس هي اللي تفرض تشكيلة. معناها راهو مش كومبيتيسيون، هذايا دور أول وثلاثة مباريات، واحدة صعيبة واحدة قوية واحدة كذا، هذه حاجة أخرى تختلف تماما. فما 11 نأكد لك في ذهن المدرب هذوما تو واضحين. فما حاجة أنا تقلقني أكثر من ليستا وأكثر من اختيارات وأكثر من كل شيء، إنه فما ملاعبية راهو معناتها عنا لاعبين ما همش قاعدين ياخذوا في طول جو برشا في جمعيات، هذه حاجة. الحاجة الثانية راهو فما لاعبين أخرين تو رجعوا المنتخب التونسي كما مرتضى بن وناس فور إكزومبل، اللي هو أكثر واحد عنده الفورمة وعنده معناها النجاعة. مرتضى باش نعطيك اكزومبل مثلا، الملاعبين اللي عايط لهم اللي لاحظ تقريبا الكل قاعدين يلعبوا في جمعياتهم، الكل مش يلعب. عندك ناس مش قاعده تلعب، عندك فور اكزومبل سيف الدين الجزيري الساعه اللي هو قاعد دوب تعرض للاصابه، ما تنساش هو المهاجم الاول بتاعك، هو المهاجم الاول بتاعك بقطع النظر على الخنيسي، لان يعني واضح ان الخنيسي باش يلعب. عندك ابار باهي منصر الطالبي الكومبيتيسيون ديرنييرمون ماهيش كي العاده. بلال العيفه بوتيتر زاد طاح شويه في النيفو بارابور اللي مشى للكلوب، خاطر راه هكا في شويه بلوز موان شويه غلط شويه حاجات. وهبي الخزري رجع لك. تو نحكيو مهدي بالكومبارتيمون، تو نحكيو بالكومبارتيمون بشويه نقدموا بشويه، لكن خلينا نحكي فقط على الليستا. هو ظهر لي الحاجه الباهيه ان اللاعبيه الكل اللي عايشين معناتها ال 61 ولا 13 14 نجم يكونوا اساسيين موجودين، معناها ما يختلفوش فيهم اثنين ولا ثلاثه، لكن حتى الاختلاف يصير في بعض الاسامي تنجم تكمل الليستا معناها. اما حتى الاختلاف مثلا الكلام اللي قال على بن شريفيه لاري عزوني الزدام، معناتها حتى مش عايط لهم ماهمش يكونوا اساسيين في المقابله، معناتها ماهمش مؤثرين برشا، معناها ما يزلش يركزوا برشا مع الحكايه هذه. بالضبط هذا اللي انا حبيت نقوله. راهو توا بالنسبه لي نحن ما عادش راهو نقاش نتاع نقاشك كيما شكون جاء قبل الدجاجه ولا العظم، هذيك هي شكون الاول بشير ولا معز. الحارس الاول في ذهن المدرب حاضر، وال11 الاساسيين حاضرين، معناها راهو مش لازم نكسروا هكا برشا معناتها القواعد نتاع انه راهو زوز مباريات لازم نكونوا الحاضر فيهم راهو هو اللي باش يلعب. هذه ماهيش قضية راه، وأنا بالنسبة ليا يحضر إكس ولا إكريك اللي غابوا ماهمش يعاونوا المنتخب برشا باش يكونوا واضحين. أنا جوست جبت لك على مرتضى بن وناس، قلت لك أهم من القائمة هذه الكل إنه اسكو عندنا توا البوسيبيليتي والشجاعة والجرأة إنه الملاعبية بالحق اللي باش يستحقوا راهم هما باش يلعبوا. هذا بالحق أنا نعمل على 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 جلال قادري باش يعملها الحكاية. فور اكزومبل انا نحط لك سؤال، الناس يكون اساسي بين الناس معناها انا نصور نجم يعاون وسط المقابله في بعض الاوقات، لكن اساسي طبعا لازم يكون اساسي. لكن انت شو انا هاني قلت لك المشكله انه الفتره هذه ما عندكش ماتشات وديه. مرتضى بن وناس بلوز موا اول دعوه المنتخب الاول، معناها جاء في محليين جاء في كيلتو هكا ستاج وكذا، توا يدخل هو في الجو ولا ما يدخلش؟ معناها انا نحكي لك اهم اللي باش نناقشوا 28 هكا يستحق هكا لا، ال 11 شكون؟ فهمت شنو نقصد انا؟ هذا المهم، على خاطر في 28 تجي تخرج 11 ممتازين جدا. مرتضى مثلا هو الاولى انه يلعب ريرجوش حاليا، هو الاولى.
فهمت؟ يا بعدين ماش في لعب اكزامبل ريال في صغير. جامايكا يا مان. لا ماتش الذكر رجع يلعب ريال جول، ماتش الذكر مع قاسم باشا رجع يلعب ريال جول، ماتش الذكر هو رجع يلعب ريال جول. هو تو شوف، هو تو في ذهن المدرب. كيفاني ليه يا حق؟ لا ماتش الاخر سيب، ماتش الاخر رجع ريال جول، قلت ماتش الاخر فقط. فهمت؟ هو في ذهن المدرب تو، ماهوش ظهير ايسر، هو في ذهن المدرب ماهوش ظهير ايسر، هو في ذهن المدرب قدر داير اليوم في لما نحكي لك انا معناتها النظره الفنيه للاعبين هي اهم من كل شيء. تو معناها انت تشوف تركيب اللي بين الناس قبل علي معلول. تو في الفتره هاي شوف هيك، شوف هيك رايي كم امانه ما وقفتش راهو. انا رايي هكا على خاطر شو فما لاعبيه رانا نحترموهم ونحبوهم وكل شيء، اما زاد فما لاعبين كان نقول لك تو تذكر لي شنو المباراه اللي عطاها لي علي معلول المنتخب شو طرح اللي جاب تطلقها مباريات معناها لا تنفع للضر، مباريات عاديه نقول لك اعطيني بار اكزومبل انت تو تركيبه وسط الميدان المثلى بتاعك لو الناس تحكي على معتز الدار، حتى دخلت لك شويه في الاختيارات خاطر هذا هو يا الناس اخي تحكي على مادي معتز. تحب ريال جوش يجيب، تحب ريال جوش يجيب الماتشوات يا اخي. ريال جوش ما جبتش الماتشوات. سامحني يا اخي، انت ما كانش يا اخي، انت ما كانش كلايتون يجيب لك الماتشوات، ما كانش حاتم تربلسي يجيب لك الماتشوات. معناها قداش عندك ديفونسور ما ماركالكش من بالاريتي بالراس طلعت كيما بدر وجعايد ما عندك شيء. ما عادش عندنا ملاعبية مش ما باش ما نكونوش متحامين على معلول، ما عادش عندنا ملاعبية اللي وحدها، بعطيك المنتخب الكل شكون يجيب، شكون يجيب الماتشات في المنتخب الكل؟ في 23 شكون؟ نعم هذا هو، انا راني ما قلتش كان علي معلول، علي معلول معناتها كيف هو حاضر وفي البارتي الاخرى نتاع الاهلي معناها ما كانش حاضر 100%، ما كانش معناتها كوتر سان داونز علي معلول بتاع العاده، علي معلول في الكوب افريقيا رينا نسخوا له ظروف وكورونا حتى مباريات يلعبهم ما همش ولا بد. ماهوش علي بركه، نعطيك في مثال انا معناتها انا نقارن لك، انت قلت من وقتاش باش يجيب ريال جوش وريال اعطيتك امثله يجيبوا بالحق هذوك يجيبوا المباريات. انا توا المشكله الاكثر من هذه الكل بالنسبه لي طريقه توظيف اللاعبين على خاطر على مباراه واحده غادي ما ليه ما عندكش الحق تغلط، معناها ما عادش عندك الحق بالحق في ماتش روتور لا قدر الله تغلط غادي في الشوال هنا راه الشوال صعيبه برشا. المشكله في وسط الميدان يا اسلام، التركيبه المثلى في وسط الميدان ولا فيها اشكال كبير برشا، ولا فيها اشكال معناها دون سونس بوزيتيف اوكي، اما راهو توا ما تلقاش كنت ثلاثه باش تلعبهم، معناها لازم ذكاء كبير برشا من المدرب انه باش يحط لك الخطه التكتيكيه اللازمه، اسكو باش تلعب 4 3 3 ولا باش تلعب ما نعرفش انا، انا قلت لك ما فماش ثلاثه في المحور، معناها راهو فما زوز في المحور وري الجوش وري تروا، وتوا المدرب ماشي اكثر او ذي هكا شبه معلومه ماشي اكثر للتوجه نتاع انه يكون بالرمضان ولا غيلان في الوسط خاطر يلعب في الافريكا، معناها هذه مشاكلنا اكثر. شكون المهاجم اللي باش يلعب تو؟ هاي سيدي شكون المهاجم؟ هاي الخنيسي سمعت والله اليوم سمعت انه الايامات هذه معناها تعرض لاصابه بهالي ورجع يترين حاجه هكا بالسيف معناتها يا ما انا لعبت الماتش الاخر، لعبت ساعه تقريبا ما سجلش ومعناها الاصداء اللي جات ما كانش فما رضا كبير برشا في نادي الكويت على الماتش الاخر عموما. وهاب الخازن رجع لك من ضربه، توزجار مصاب ما جاش، جزيري اللي هو المفروض يكون مهاجم الاول مصاب توا ونعرف شنو صاير له في الزمالك، هذه المشاكل راهي الكوارث. انا كي نقعد نفكر ونخمم المدرب شكون ال 11 اللي باش يحطهم، بالحق راه فما مراكز لا قدر الله عندك ماتش مالي 90 دقيقه تتعدى اكوتي وفات اللعبه صحيح، اهم من بن شريفيه مش موجود ومعتز مش موجود وش بي معادش العزوني وش بي كذا، اهم برشا. احنا قايمه نتاعنا كل مره استاشف الناشطات نشدوا ونفصلوها بنفس الطريقه، اش بي معادش لذاك هذاك فرض وديع وهذاك فرض اليوتيوب هذاك في العالم الكل هكا مادي، في العالم الكل لو اي قايمه تثير الجدل اش بي عايد لذاك اش بي معادش لذاك معاك، اما كي وكل تعرف تونسي عنده القلم بتاعه انا معاك، اما كي تعرف انه ما عندكش ملاعبي
اساسي ينجم يكون ماهوش موجود في القائمه، اساسي يا شكون هو اساسي؟ ما فما حتى حد اساسي خارج القائمه، ناكد لك اعطيني لاعب اي انا اللي اساسي قلت في لك الصيف معك فهمت؟ انا. من صحيح من المنطلق هذايا نولي انا نقول عندي 90 دقيقه غادي 90 دقيقه لهنا تو نتعدى حاجه ما اهم سي بون ما دام تاكدت في 28 عندي 11 نجم نفرزهم غادي تو خويا نخليو الناس تركز وتخدم وتخرج لنا ال 11 صحاح خاطر هاني قلت لك الزلقه هي فالقه انا مهم معني نحكي على القائمه ونحب ناخذ رايك في القائمه. خلينا نبدا بالجارديان اليوم عايش ضربه حظاظ. شنو رايك في الاسامي اللي جات وشكون تشوف الجارديان الاول في المنتخب؟ زايدة وهذه زايدة حكيت فيها شوية اليوم مع سي جلال. بطبيعة هو مدرب عنده خيارات ويقول لك أربع حراس على خاطر احنا في مداب الكاف تعطيني 28 نهز 28 خلينا نهز 28 ما نعرفش على اللي كا كوفيد وانا معناتها يقول لك في الكوب دافريك معناتها صارت لي تجربه اليمه وكل شيء. اي مقنع كي اما يقول لك كوفيد معناها يعني بي انا بيبي اقنعني دونك هكا وما عادش نجم ناخذ. معز حسن معناتها ولا حاجه معناتها لغز محير شويه بصراحه. توا كان باش نحكيو على الحارس الرابع نحكيو على الحارس الرابع ما عادش نحكيو على الحارس معناتها ثلاثه اي حراس متاكدين منهم احنا اي هذوكم هما دحمان جمال هذوكم لا تشتري ولا وباشي نقاش مش فاهمين. الرابع علاش؟ معناها سبحان الله ثلاثه شي ضربوا بالكورونا غادي في مالي معناها هاي ثلاثه باش صارت في الكوب يضربونا في دافريك. مالي صارت على شهر هذه ما صارتش على مش تصيرك على نهارين بحول الله. باهي يا خويا برا مشينا في اربع حراس ما معناها يسالش انت معاه كنت تقول نربحوا ملاعب بلاست معز حسن كثير ملاعب قدام معناها في مع تجور دي شون. مثلا يعني وعلاش انا شو علاش نحكي هكا؟ على خاطر في المراكز الاخرى الكل طبقنا القاعده نتاع اللاعب اللي يستحق يجي جاء بصراحه ما فماش تحفظات حاضر مش حاضر فنيا بيرفورمو ولا لا هذيك فور ما تحضر وتغيب اما الملعبيه 90% اللي جاوا الكل يلعبوا قاعدين والكل قاعدين يؤديوا معناها بشكل جيد معناها مثلا كي تحط انت ليزاريير بين ثلاثه اللي تعيط لهم ومعناها في كل بوست مثلا ثلاثه تلقاهم بلوز اون متقاربين فماش كل واحد هارب برشا على الاخرين بالنسبه للحراس الوضع يختلف القاعده هذه كلو برشا مشينا فيها على اساس العادل في المنتخب تو بعد عندي ملاحظه على الحكايه هذه باش نقول لك اللي يستحق يجي وما فماش حسابات وكذا وقتها طبقها في الحراس خو معز حسن ماهوش حاضر معز حسن قال عليه برشا كلام معز حسن ما تبش تلعبه اساسي فهمت شنو معناها واضحه وفي ماتش الاخر كان باش نحكيو كوتي تكنيك وبرفورمانس وكذا في ماتش باش ظهر لي يتحمل زاد المسؤوليه الاهداف معناها كان فريمون باش نناقشوا كل حارس بغلطه وقتها نولي نحل الباب باش نجم نحكي على بن شريفيه كي تحط بن شريفيه معز حسن وقتها تقول بن شريفيه على خاطر بن شريفيه معناها يعادي في مباريات افضل وينشيني اكثر في المقابلات. بون هذايا شوف علاش انا ما حبيتش ندخل من الاول الدخله العاديه نتاع نناقش 28 باش ما نطيحش في البياج هذايا نناقش في حارس رابع ما عنده ما يزيد. آه. ما مش في زيد مش مشكلة هي صحيح انا باركونت انا لو جارديان مهدي شكون تشوف جارديان انا الحق خرج الطلاب في المدرب ما عنديش سؤال حق ما ماهيش مثال خاطر ثلاثة يستحقوا يكون واحد فيهم له الجمال دحمان بن تاي اليوم كان تلاحظ في الكونفرنس حاضر فما كلمة قالها علي بن نيجم في سؤال على حكاية شكون هو معناها ينصح الحارس معناتها يكون اساسي قال لك انا مع ستابيليتي معناها واضحه الكلمه لهنا وتهزك للاتجاه نتاع الاطار الفني بن سعيد معناها بشير بن سعيد معناها اي بشير بن سعيد علاش نحكيه ما احناش اون بليس راه ما احناش نقعدوا نلعبوا برشا برا غلط مره واثنين انا نعرف حراس معناها شد وسيب 10 مرات وكلابوا الكويت من غادي من غادي من غادي وبعد قيد سي في ناسيونال في كاريرو وخويا يخرجوا متغشين ويدافعوا وكذا بيشوف لو معاذ حسن نحن فور اكزومبل ما احناش متحاملين عليه امانة معاذ حسن كما قال زيد جزيري كل المره الاخرى يتفرج فيه يدك على قلبك معناها ما نجمش راهو كل شوطه تصور انت في كوبا راب ظهر لي خمسه تسديدات من خمسه اهداف دخلت من برا من خارج 18 يعني عندي مشكله في الحراس
لسوريا ولا تسددوا لا متفاهمين متفاهمين التفاهم اليوم من الافضل بن سعيد دحمان وجمل هما اللي احسن فقط وانت تعطي لا هذا بشير قلت بن بن سعيد، سعيد بشير بن سعيد ما فهمش علاش تنحيه، اما انا قلتها قبيله ديجا في اللايف توا بشير بن سعيد، علاش؟ على خاطر بشير سي لحمه الديفونس ولحمه فما اوتوماتيزم في بشير والارياريت والملاعبيه وتحسه ولا جارح حتى ولا عنده شخصيه سور تيران، مش كيما الماتش الاول بتاع مالي خل مربوط واحد، بعد بدينا نوصلوا للمستوى الجيد في اخر مباراه بتاعه. اما شو كيفاش من بعد من هنا للكوبيمونت متصور يعني وقتها باش تكون دحمان عنده كلمه كبيره كبيره برشا في الوقت إن شاء هذا، الله. راك ما تنجمش تنحي تنجم. باهي فنقدموا شوية مهدي للديفونس. الكلام اتقال اليوم على لغادروا حمد المسلوسي اليوم موجود، انتقالات كبيرة مش قادمة في ماتشات باهين مع الزمالك. هي التفريدة كيف كيف. نعطيك رأي وبعد تقول لي رأي. أنا في اعتقادي كيف كيف نتعاركوا على البناك ديما، حتى واضح أن محمد دراجر باش يكون هو الأول، فهلي المفلوس ما فهمتش شيء منه، إذا كان كشريدة موسوعة في إيطاليا خمسة ماتشات أول فيست تقريبا، وهو حتى كي يحكي مع ستار قال له مانيش حاضر، باش يقول لي ما يستحقش المفلوس، نجم نمشي معاك لكن أعطيني شكون بديل، معناها تقريبا في تونس ما عندناش شكون غير دلوقتي ينجم يكون خير من حمزة المفلوس، شنو رأيك؟ بالضبط بالضبط معاك، وخاصة انه عندك راهو ما نساوش علي العابدي راهو في جمعيته معناها العاب بري دروا، معناتها كان فريمون خلات معناها سبقوني كلمة وما لقيناش حل برا خويا ديكا كوفيد وبليسيور كذا العابدي نجم يلعب غادي، معناتها راهي ماهيش صعيبة برشا، راهو حتى بن وناس راهو نجم يلعب غادي، حتى بن وناس نجم يلعب لك بالحق، هذاك البوليفالونس صعيب نجم يلعب لك في أبي البوست دروا مش بتوقف حقا انا راهو زاد شفت لا يلعب لا لا قدام في تكوين قدام على الكره اليمين اما مش مدافع ايمن ما شفتوش. هذه معلومه من عند مدرب دربه في الشبان، يقول لك الباز نتاعو اللي هو على الكولوار دو رواس، من بعد كي ولا ريجيسور ولا هو ريجيسور معناه يلعب دومي ويلعب على الكولوار، من بعد توخر في الادوال الثاني ولا ريبوش، ما نحكي لك انا هي مع مش الطرح ادوار هذا مهدي سعيد حط ادوار يلعب في اليسار بالنسبه للنعرف نعرف لما علي العابدي عندك راي دروار يخرج، يعني راي كيف باش تحكي على البوليفالونس راه حتى صدام عنده صدام ينجم يلعب، هذيا نحكي لك انا في اسوء الحالات كان فريمون ما عادش لاقي حل، مش موصلنا لهذاك، عندك تراد يقلون ومعناه حمزه مثلوثي الثاني، خلينا نقول حاجه مثلا اذا كان يمكن اذا كان جاك شريده اذا كان جاك شريده ماهوش موجود راه حمزه ما كانش يكون موجود، اذا كان جاي كشريده هو في الناسيونال مثلوثي ما كانش باش يكون موجود، واضحه هاي انت كما قلت انت رير دروا ما عادش نجم تحكي على رير اخر برا شكون الاخر في اللعب تقريبا حتى شو سالته وانا الفادي فما معناتها مقاربه ضعيفه ضعيفه والطالبي عندهم مسؤوليه كبار في الكوبا راب ولا حتى في الكوبا الافريقي فخاصة بعد غياب ديلان براون الطالبي نجم نسلمه اللي هو رقم واحد اليوم بشكل توانسه الكل بشكل نص الكل قعدت شويه منافسه بين بلال اللي في فورمه مع المنتخب حتى في ابها اعتقد طاح شويه من المستوى ديلان براون اساسي ديما مع جمعيته وخبره في المنتخب وتحبوا يعتمد كابتن حتى في الناس شنو رايك؟ كان باش نمشي لا انا كان باش نمشي بالمبدا انا كان باش نمشي بالمبدا نتاع الاستمراريه معناها من اللي بديت بها في حراسه المرمى نقول لك استمراريه زاده في المحور معناتها خاصه انه رينا ديلان في الماتش الاخر تاع بوركينا فاسو نمسيه هو راجع من كورونا كل ما ريناه خارج الموضوع تماما فتبدا ديفونس لحمت في بلاد وطالبي في مستوى افريقي في 40 درجه زاد هذه راه مهمه جدا راه متصرف تو في موان سات وموان ويت راهو باش يمشي لك توا في 39 وفي 40 نتصور معناها حتى على مستوى الجاهزيه البدنيه باش تلقى بلال اكثر جاهزيه لكن ما فيش مشاكل معناها بلال ومنتصر وديلان مش في تغشش معناها القادر بالحق جات فتره يا زاد هو طاح كانك فهمت انت بلا سؤال الثاني بعد ديلان كان يقبل يقعد على البنك معناها لا يقبل يقبل عادي يقبل عادي هي فما معلومة نوعا ما هكا معناها ما نجموش احنا نقولوا شوية فما حاجات ساعات تخرج من الكواليس يبدو
يبدو انه هو في الكوب دافريك نوعا ما تقلق شويه. فما معلومه زاد رغم اللي انا هاني قلت لك عليه هذه للتثبت، على خاطر هو اشترى كوب دافريك مصاب بالكورونا، انا ما نجمش يتقلق، ما فماش علاش يتقلق. الماتش اللي رجع لعب فيه والماتش اللي لعب فيه، فما زاد بعض المعلومات اللي طار هذايا اللي يقول معناتها انه وديع جريك مشى لفرنسا، بعض الافريق مشى تحدث مع بعض اللاعبين، تحدث حتى مع ديلان برون وكل شيء. هذايا للمتابعه، هاكا هذايا خليها عندك في المتابعه، ينجم يكون حاجه في الـ في الـ في الاطار في الاطار في الاطار هذايا. لا لا الله محمد رسول الله. فما سلام اذا عندك ما تقول في الدفاع ولا نقدموا الوسط؟ قدموا الوسط في الدفاع. لا لا وين الوسط في الدفاع؟ هذاك هو في الدفاع، عندك طالبي، عندك برون، عندك العيفه، الغندري النجم هذاك هو معناتها حل رابع. وكهو ما انا بالنسبه لي الدفاع، شو الدفاع ما عنديش فيه حتى اشكال، الدفاع امور واحد. في الوسط اليوم الكلام كيتقال برشا على معتز قدام وكيف داري عزوني، الجوج متفقين تعطيو البريود باهية، لكن الوسط فما تخمة من اللاعبية كلهم ممتازين ما شاء الله، نسمي نحن في البوست هذيك. في اعتقادي الفرجاني ظهر لي ما كانش كله في الليستة، ما عرفت تفكرني ولا آخر لحظة، وخاصة بعد ماتش السد الكبير اللي عمله ظهر لي قلب برشا المعطيات، ويمكن نحى في اعتقادي نحى الصدام ودخل الفرجاني بلاصه، ما عادش اكد انت ولا ما. هذه انا تخمين، ما عنديش معلومه، تخمينات مش معلومه، انا قاعدي انا معناها. هو ساعة بري كونفوكاسيون تتبعث قبل بمدة، معناتها إذا كان فما بري كونفوكاسيون تبعث تحيد، راهي ماهيش على ماتش، راهي عندها فترة، معناتها أقل شيء راهي عندها جمال. البري كونفوكاسيون تبعثوا لبرشا من لاعبين، فما ساعات تو كان تبربش شويه تلقى ليستا اخرى كامله كيما هي من صفاقس اللي عطيناها بري كونفوكاسيون، واللي انا كنت عارف من الاول انه ماهوش جاي المنتخب. فما فما دعوات مبدئيه، يعطيك الصحه معناتها، وكيما تقال انه وصلت لعبد النور وبرشا من لاعبين اخرين، وبعد راهو الاطار الفني علاش؟ على خاطر باش الناس تفهمنا، راهو اذا كان ما تعطيش انت دعوه مبدئيه وبعد يظهر لك اللي هو عمل ماتش بيت السد، ما عادش تنجم تاخذه، راه جمعيته تنجم ما تسيبهولكش معناها. بالنسبه لشو الموضوع هذايا، هو بعد الكوب دافريك، بعد الكوب دافريك تقال برشا كلام على اشكال اداري بين بعض الكوبارات، اشكال اداري بين وديع الجاري وبين فرجاني الساسي، وتقال حتى في هكا في الكواليس اللي يقولوا حتى فرجاني يقول انا مانيش حاضر برشا باش نلعب كوب دافريك. فهمت كيفاش؟ من المنطلق هذايا معناها تحس وكأنها التجربه نتاع فرجاني مع المنتخب انتهت شويه. اما اللي 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 يمكن عمل هكا فرض شويه عوده فرجاني ليكيب ناسيونال، انه جلال قادري مقتنع الساعه، هو مقتنع ومن بين الملاعبيه اللي تحدث معاهم بعد الكوب دافريك، من الملاعبيه اللي جلال قادر تحط معاهم، ومن اللاعبين اللي راهو يحبهم برشا معناها جلال قادري. يمكن ما نعرفش، انا حاسس ما هكا فهمت شويه بالاول، يمكن فرجاني وهذه ما نعرفش راهو نقولها معناتها اول مره، يمكن فرجاني تمس شويه من كل اللي صار في البطوله العربيه، وقد يكون هو عبر نوعا ما على رغبته. بعد وصلتني معلومات بعد كوباراب، يمكن هو خير انه بكل معناها لطف وكل شيء يقول لهم ميسيتش خليه البلاصه لغيري في التدريب، انا مش حاضر لو، وتسديت برشا. وبالحق نذكره شنو صار فيه جاني، قد يكون هذا سبب من الاسباب اللي ما تقال الجمله سلام على المستوى هذا. بقى انا قلت لك المدرب مقتنع، انا نتصوره اوكي بعد شويه على الكل، ما هو لكن مهم جدا يكون في الجروب معناها اوكي اساسي، لا نجمو نحكي فيه، اما في الجروب اعتقادي عنده بلاصته، ولو انه حتى الزباب وعزوني قاعدين يعملوا في كونفيكسيون كبيره ويعطيهم الصحه. خليني نعطيك مقاربه، لو انت عندك ماتش مالي انا كي تحطهم بزوز معتز قدام وفرجاني وعزوني، راني باش نهز فرجاني بصراحه، معناتها تو على ماتش مالي، معاك. ماتش مالي
توا عندك معتز اللي هو باش يلعب في ليكيب ناسيونال اولمبيكا، خاطر فما صار تنسيق بين ماهر كنزاري وبين جلال القادري، فما دو ماتش ليكيب ناسيونال باش نلعبهم اولمبيك في المغرب، دو ماتش اميكو الجمعه الجايه. دونك باش يكون في القائمه من بين الملاعبيه، صار تنسيق انه فما ملاعبيه يقول ماهر جلال اذا كان انت مش تلعبوا سينيور خليه عندي انا في الاولمبيك وما نستنفعوا منه، قاعدين نحضروا كذا واحد. دونك هذه هي صارت راهو اتفاق فيما يخص زاد سيباستيان تونيكتي اللي باش يكون في الاولمبيك، وماهر كنزاري معناها خذا الموافقه من برشا من اللاعبين باش يكونوا في الاولمبيك، كيما معتز باش يكون هو ديجا اولمبيك. ومعتز بيدو معناها يقول لك، انا نقول لك ليكيب ناسيونال ما زلت لازم نخدم كذا، فما اذا كان عمر الرقيق برا من هنا بعض الايامات توجهت له بري كونفوكاسيون، اما اذا كان براو سي بون نجم يلعب فانو نجم يكون مع الاولمبيك، اما الى حد الان راهو مصاب. انا راهو هو قاعد في مرحله التاهيل تو، اصلا ما رجعش يلعب. فار اكزومبل فما لاعب اللي يلعب ديفيزيون 2 في السويد بلامين، اللاعب هذا يا سلام اللي انا راه فيه ما نعرفش، فما مؤشرات مدافع ينجم يكون في المستقبل ممتاز جدا، ما احناش قاعدين نحكيو عليه برشا. اللاعب هذا مثلا كان ديجا محطوط في قائمه موسعه نتاع المنتخب الاول، ماركان زاري عيط له في المنتخب الاولمبي، اي مع منظور جاي، دونك عيط له ماركان زاري في الاولمبيك. الياس الدامرجي باش يكون موجود زاد في الاولمبيك مع المنتخب التونسي اللي هو حارس مرمى، موجود في القائمه اليوم على البنك ناخذ مع نبيل ريم، قاعد على البنك في الماتش مع ليس كونتيتي، قاعد 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 يطلع بشويه بشويه، نستناو منه هذايا الحارس هذايا نستناو منه انه بصراحه سلام يطلع في المستوى الفني بتاعه، خاطر الشيء اللي انا ريته في الكوب دافريكي اللي فات عمناو جونيور تلعب في موريتانيا، ما انت حارس متوسط حارس عادي، تبقى كل احنا ما تعرف نحبوا كل الملاعبين اللي يجوا من برا القرحه ويبكي على تونس ويعيط وكذا، نتعاطفوا معاهم ان شاء الله في الاولمبيك ان شاء الله يطلع مستواه شويه. المهم انا قلت لك انا عزولي في المستقبل يكون في المنتخب معتز كيف كيف، اما تو في البلايس اللي موجودين وسط ميدان ما عندكش حتى اشكال رايي انا. باهي حكيت شويه نحكيو على القدام مهدي، الملاحظه الاولى العوده التحليلي كنت هذا حكيت عليها، اعتقد ان شاء الله يكون لاباس، لو كان لاباس تصور هو باش يكون المهاجم في المنتخب. كيف شويه على جناب، هل تشوف انه يوسف المساكني بلاصته مضمونه على اليسار؟ نعيم الثلاثة كيف كيف قاعد يلعب في الاتفاق، وهاب الخزري بعودة الخميس الغالي حتى لشوى صعب شوية قدام، عارف شنو رايك؟ باهي بالله قبل ما نحكيو على طه ياسين الخنيسي، ولما حالها بكل تواضع انا الاول اللي خرجت حكايه طه ياسين الخنيسي في شارع اما باش نعطيك حاجه، فما حاجه عجبتني برشا في القائمه ورجوع سعد بقير، معناها يا ريت راهو الكوره ما تحبش برشا الفلسفه، الكوره راهو قبل منظر الكبير الله يسامحه في حاجات وصل يشكك انت تشك اللي انت ما تفهمش كوره، صدقني تشك اصلا في روحك. سعد بقير تسال وسي منظر سعد بقير والله ما تعرف احنا ديسبوزيتيف تكتيك وتكنيك وسعد ما يمشيش معانا، سعد كوارجي ما ينجم حد يقول لك سعد مش كوارجي، ما عندكش ريجيسور وما عندكش ملاعبي بك الدقه هذيك نتاع التمريرات وكليباريتي وكذا، الكوره ما تحبش الفلسفه. جلال القادر يجا سعد يرجع فرجاني يرجع، شكون الاخر من الملاعبيه؟ كشريدة كلمناه باش نرجعوه، المهم هي معناها نعيط له صاوي صاوي ما ماهوش يلعب ما يجيبوش رفيع ما ماهوش يلعب ما يجيبوش، عجبني الحق القائمه عجبني الحق. هذه هي يا سلام، هذا اهم، هذا رتم لحظات هذه بتاعك اهم من انه نناقشوا اش بيه بن شريفيه ما جاش واش بيه شو اسمه ما جاش واش بيه، توا فما حاجه رجعت للمنتخب بصراحه اللي هي البقاله الافضل. خويا راهو حكينا فيه الموضوع بعد سعد، خليني نقول كلمه سعد كبير، ماتش مالي سعيد يكون عنده دور في مالي معناها، لكن في اعتقادي لا قدر الله كان السكور ماهوش ماشي معانا في تونس ينجم يكون عنده دور كبير، حتى نحتاجوا لا قدر الله يكونوا معانا خاسرين في مالي وهذا في تونس لا قدر الله، في اعتقادي لازمنا نزيد سوسو ويكون موجود صانع العاب، معناها دو بيفو صانع العاب ينجم يعاوننا برشا يصير سعد بقيت نخرج من النوع هذا، اوكي ماهوش اساسي نجم بامتياز، لكن نجم يعاون في دي سيتياسيون معينه.
هاي صحيح، يعطيك الصحة. ما أنت هنا أنا أحكي لك على وجوده داخل المنتخب من عدمه بصراحة. ما ريم ريم ما تجيش معناتها، فما حاجات راهو أنت تلقى ملاعب ترشح ومكبشني في سيف الدين الخاوي ومكبشني في حمزة رفيع، تعرف شنو مشكلته سي منظر؟ معناها إن شاء الله نسلم عليه، تأكد راهو يتفرج ولا تو بعد يشوفها. كانت مشكلته إنه يفيق برشا، يفق جدا في الملاعبيه المتكونه في الاوروب. هذاك يلعب في اليوفي، هذاك يلعب في المشكونه، هذاك في مارسيليا، هذاك نعيط له. اور هي الكوره في الافريق تختلف، هو يعرف التجارب سور تيران. فما دشوا ضرونا، فما بالحق دشوا ضرونا برشا. معناتها انت كي تكبش في الخاوي وتكبش في رفيعه وباش تلعبهم وتكبش في حنا بعض الماتش الاول مع مالي تلعبوا لي في 77 سخانه معلم. انت صحيح متكونين في اوروبا اولادنا ونحبوهم، والجامعه عملت خدمه كبيره باش جابتهم، وستيفن عثمان معناها كيف خدم برشا باش جابهم. اما راهو كره في افيكاسيتي. اليوم شنو المشكل؟ انا كي ملاعبين بطوله تونس هما اللي رشحوني، على باش نحشم عليه؟ انت 78 وين كانوا يطوروا؟ معناها اللي عملوا اكسبلوا معناها تاريخ، وين كانوا يطوروا؟ في البرازيل، ما في بطوله تونس 96 كانوا يطوروا، في تونس 2004 باستثناء 4 5 نعطيك اكزومبل ياسر، نعطيك اكزومبل ياسر. 2006 سي اس اس نهائي تشامبيونز ليج، 2007 ليتوال عندك تشامبيونز ليج، 2008 بكلوب بطل تونس. معناها جيناسيون من 2006 2007 2008 شكون اللي هز كوب دافريك؟ الاهلي المصري هكا ولا منتخب مصر. لحظة الاهلي اللي ربحت الاهلي هذوك تقريبا حتى اليومين معناها اللي معناتها نقدسوا له برشا في تونس. معناتها كان يعتمد على النوعيه هذه من اللاعبين، معناها جايين من برا شوقي بن سعد يلعب ما يلعبش، سامي خليل كيف ما استحضرش، صب بن فرج يلعب على البنك ويحط معناتها سامي خليل. دونك لهنا ديما عندنا احنا النظريه تاع جايين من برا ديما خير. لا ما وقتاش جود، كي ترجع التاريخ شويه، وقتاش لومير ضرنا بالفلسفه هذه؟ بعد 2004. في 2004 كانوا خاطر خذا صلاحيات اكثر، ولا هو لو شامبيون دافريك وهو صاحب الانجاز التاريخي، ولا هو يجيب في اللاعبيه حتى وصل 2004 يا اخي. مين اللاعبيه؟ حاتم ترابلسكي، خالد بدر، اشدعايدي، بلايتون، العياري، بازيتي، المناري، زيزيات، سانتوس بيدو معناها عادي بيدو بيدو انا عارفه عندهم نيفو كبير. اوكي، عم تعمل لي كيف الاولويه الكل اللي جاي من برا معناها ما يمشيش في الامريكا وهذا بالتجربه. شوف فما زاد راهو باش ما نكونوش زاد قاسيين برشا على الفتره هذيك، فما لاعبين يغلطوك راهو، فما لاعب يغلط راهو. تو انت بار اكزومبل كي تجي تعمل كيما يقول هو الكلمه اللي يحبها بلاتفورم نتاعو اللي فيها اللاعبين الكل، كي تجي تلقى انت لاعب مثلا عملوا دي ستاتيستيك معناها انورم معناتها في اوروبا في كذا حتى في جمعيه متوسطه، انت اوتوماتيكمون باش تقول اي تيان هاو اليوم معناتها عندي بار اكزومبل رفيعه ولا الخاوي ارقامه طيبه، تيست فيزيك تبركل عليه، سونس دونترينمون، توش دو بال كذا. جي نهار الماتش فما ملاعبيه خذ المدرب. اليوم انا توا علاش قلت لك الاهم 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 من هذا الكل، انه فما ملاعبيه اللي يستحق جا واللي ما يستحقش روح. فم لاعبي راه ما حكيناش عليه، فم لاعبي راه ما حكيناش عليه اللي هو يوانتوس جار معناتها اللي هو مصاب تو، معناتها في الحالات الكل ما كانش ينجم يلعب المباراه. اما راهو فما ملاعبي انا يعني قلت لك انا مشينا معاهم جرينا وراهم اصلا جبناهم وما قدموش الاضافه وما كانوش ينجموا يقدموا الاضافه. علاش؟ على خاطر سي يوانتوس جار عنده 4 سنين معناها يدلل علينا ما يحبش يجي. سي كريم رقيق وعمر بعد ما كبر وسيبوه معناها بدا راسه يجيب، يحب يجي ليكيب ناسيونال كيما سي دافيد جمالي كالعام معناها شي حلنا ريقنا بعد حاطينه في الديمون. سي وهان بن عمان سي مهم راهو عطينيهم مكافأة في الخدمة في الكاريير نتاعهم، عطينيهم مونديال كمكافأة وهم حبوا يجيبوا دافيد جمالي ويوهان بن علوان. اي قلت لك عليهم تو، اي قلت لك عليهم معناها شو فما الاكزومبل اللي عملته مصر. شوف ساعات الجمهور التونسي خويا عندنا تناقضات ماهيش عاديه، يبدا يشجع لك في القهوه ملا مصر شجع في مصر، ملا ابو جبل، ملا كذا، ملا معلم تعرفوا يلعب ابو جبل مثلا تقول له في الزمالك، يا الزمالك كي يجيك
معناها كونتر بارتي تونس يثبت ايش تلعب في بطوله تونس يا اخي. احنا شحال انت راي شو عقليه هديه توا تحب توا تنجح في ماتش مالي الملاعب العطشين كوره والملاعب الجيعان حطوا ان شاء الله حتى يلعب في ديفيزيون 2 في تونس توا. ما عادش حاجتنا بسامي وحكايه شوف حكايه راهو هديه المواهب الصاعده والمواهب الصاعده راهي بين ظفرين كذبه شويه راهي على خاطر ما ريت حتى موهبه جا من برا وبدا يكسر في الدنيا طف طف. الكل اخذت وقت والكل زلعت والكل صبرنا عليها اخويا على حساب ملاعبيه البطوله وعلى حساب ملاعبيه الفرق التونسيه بتاعنا وعلى حساب ملاعبيه من تونس خرجوا لاوروبا باستثناء معناها شكون تو في معناتها في الجينيراسيون الجديده هذه اللي قاعدين يعطيو فينا في الفلوس انيس بن سليمان في العمر هذا راهو تو بالنسبه ليا باش نحط انيس بن سليمان تو انيس تو معناها قبله جا صغيري ما يتحكيش عليه برشا في العمر ما هوش طايف برشا يا حمد بعد ما يتحكيش عليه برشا حتى هو راهو صغير صغير بالكل صحيح معناها راهو تو كي تحط انت معناتها انيس بن سليمان اللاعب هذا راه باش يتطور برشا في الكارير وتتذكر بزاف معناها راه قاعد يطلع في معناها ديباليه واحده واحده من با 20 21 سنه من با صغير اللاعب معناها صغير لاعب صغير شو جبنا برشا وجربنا برشا وسليم قاعد يخدم برشا بن عثمان وقاعدين ننتقيه ونشوفه ونعمله اما زاد راه مش على حساب اللاعبين انا عجبتني تو استراتيجيه قاعدين نمشي بها فما ملعبية متأكد لك فما راهم ملعبية عمرهم 20 21 سنة تو ينجموا يجيو هما ينجموا يجيو تو وفما إمكانية إنه يجيو أما بركة الجامعة بيتها تعرف والإطار الفني يقول لك ماهوش وقت تو خلي في الأقل ما نحرقوهمش وأون بلوس هو تلقاه طفل ما يحبش يجي للإي 20 وإي 19 وإي 21 وبالتالي تو سيرتو في الوقت هذايا تو ما عندناش وقت راه باش نتفينس وسامحني بالكلمه باش نفزعك وهذاك موهب تدرى شكون وهذاك خويا مواهب على روسنا وعينينا المهم ال11 صحاح يدخلوا معناها 11 سور تيران جارحين وبقلوبهم وجيبوا غادي ريزولتا باهي كامل ما عندكش وقت راه باش تجرب وباش تجامل وباش تمشي بالاسامي. هاي ما نطولش عليك نعرفك عندك ما تعمل اعطيني ال11 شكون في الفورمات الثانيه. باهي هاني قلت لك الساعه بالله خليني نحب نعطي ملاحظه برك بخر خاطر فما شفت كيف كومنتير هكا في حاجه باهي شو احنا هذه جوست حاجه تعليق صغير نعطيك تشكيل. المشكله توا في الوقت هذا الجمهور التونسي العاطفه تمشي برشا العاطفه تمشي في كل شيء كان ملاعبي ولا مدرب ما نحبوش لازم تونس كل تجمع انه ما نحبوش ينجم يكون ليه عندنا في كورة بلا مش بيدافع على ولد جمعيته ولا مكسح على ولد جمعيته ما ركزوش معاهم بس لا لا شو فما مثلا فما ايتيكيت لصنا في مير كمزان فما ايتيكيت لصنا في مير كمزان انا نحي جمعيات خاطر باركور الجمعيات فيه وعليه ما كانش ناجح بالفصول اللي هو يحب اما في المنتخبات وين يشد منتخبات شبان راهو ينجح شو انا توا مش مشكلتي هو ينجح ولا ما ينجحش داير راهو مير كنزاري كان لاعب دولي سابق وكل شيء ودونك هو يجاري كاريير وكل يحب حاجه فاهم عليها نجح ومن سير باي كونت مع الاولمبيك ما نجحش كان شويه منتخب دول ما نجحش لا لا منتخبات الشبان انا جوز استنى يا معاك باش نجاوبك على حاجه خاطر كي حكينا على مير كنزاري فما شكون قال لي معناتها اعطيني جوار خرجوا راهو 2007 اللي لعبوا في كوريا الجنوبيه كان معاهم مارك انزاري معناها الاكتشاف نتاعهم ولا الانتقاء نتاعهم على خاطر وقتها راهو مش مارك انزاري اللي صنعهم كونهم وقتها هما برج الصدريه معناها فيها زاد برشا كفاءات ومدربين وكذا يخدموا ماهر عمل معناها لا بون سيليكسيون وعمل عمليه الفرز الناجحه عند الملاعبيه وعمل لك 11 صحاح من بعد عملناه ونوصل لك للكوب دافريك كاتريام بلاس وترشحت انت ديمون الجوز اولمبيك هذيك الكوب دافريك اللي غادي نجموا نحكيوا عليها لعبت في مصر في مصر ده نجموا لا مش في مصر هذيك في جنوب افريقيا نتذكر لعبنا لها مباراه وقتها فما عندنا كوره متعدين بها سي بون دومي نادر الغندري دوزيام بوتو واحد وبايعها انا راه فما حاجات المهم باش ما نختلفوش ما بعدوش ما تنجمش انت تجي تقول هو نجاحه نسبي بالطبيعه وعنده محطات ناجحه محطات فاشله كما المدربين الكل
اما فما ملاعبين تم تكوينهم من طرف المدرب هذا وابرزها 2007 سورتو الملاعبين هذم هما اللي يحكيوا دونك احنا معناش في عمان. بالنسبه للتشكيله سلام رايي انا تجمش توا سورتو تحكي على تشكيل على خاطر ما تعرفش شنو جاهزية اللاعبين من هنا من بعد واذا كان باش يمشي هو هاو سهل هذا نفوزوا غدوه الماتش اعطيني تشكيل بالفورمه هذه تو بتاع تعالوا بالفورمه هذه تو بتاع الكبير لو بار اكزومبل انا باش نسالك مثلا الخزري حاضر 100% مش حاضر 100% راجع من ضربه مش قاعد يلعب فهمت اسكو تعرف انت حي تعرف حي. انت جزيري غدو باش يلعب لك تعرف جزيري باش يلعب ولا لا تعرف خنيسي باش يلعب ولا لا معناها مازالت مش واضحه اما اذا كان بار اكزومبل احنا تو عندنا معناها 11 حاضرين نتصور بشير بن سعيد بلال العيفة منتصر الطالبي علي معلول ولا باهي مش علي ما يتمشش هاوك علي معلول لا تخلى بن وليد انا رايي هذا مرتضى بن وليد رايي هذا معناها تبقى شوف فما ايكيليبر زاد بين ديفونس والاتاك معناها المدرب ينجم يقول لك ما نجمش نلعب دو زاريات عندهم ليسبري اوفونسيف زوز معناتها ينجم يقول لك مرتضى مثلا مع دراجر ما يمشيش مع بعضهم امانه من رايي دراجر ومرتضى اذا كان مرتضى ما احناش نلعبون قدام معناتها حتى ريرجوش انا نلعبوا ريرجوش انا رايي هكا في وسط الميدان غادي يا في مالي يا مش لهنا غادي ينجم يلعب سخيري هو راهو فما فكره نتاع سخيري وشعليلي برمضان اي فما فكره نتاع سخيري وشعليلي برمضان انا هذا رايي هذا احسن ثلاث وفي الـ لا هذه راهو معناها فكره داخل اطار الفن حكاو فيه الجانب هذا على اساس غيلان وبرمضان جوا افريقيا يعرفوا اكثر وفي فورما وكذا ما تنساش زاد راهو حتى انت قراءه المنافس انت اذا كان باش ترى المنافس في وسط الميدان لازم تسكير فانا مش تلقى خير من العيدوني اما كي سخيري والعيدوني مع بعضهم رينا في برشا مباريات ما عطاتش نتيجه وتسكرت اللعبه وصار بلوكاج في وسط الميدان معناها بحق راهو سلام سخيري شعلالي برمضان تجم تنجح باش تلقى وسط كورجية هذا ما يمنعش اللي راهو عيسى معناتها مهدي توب معناها ان شاء الله ربي يوفق فما ثلاثه القدام رايي معناتها اذا كان ما نعرفش الفكره والمعلومه اللي عندي انه خزري ومساكني صعيب برشا شراوه مع جلال القادري فرد 11 في تشكيله اساسيه واحده صعيب برشا كيف يكون خزري ومساكني مع بعض وبالنسبه لجلال القادري في تفكيره وهكا وفي افكاره الخزري باش يلعبوا كما يلعب في سانتيتير معناها 9.5 ولا اكثر شويه طايح على جنب اما انت اذا كان عندك خزري 9.5 معناها بتبدل مع 4 ولا 4 على اوفنسيف حتى بتشوف لا اما انا قلت لك انت وال معناها الديسبوزيتيف اللي باش يمشي به وانت والطريقه اللي باش يلعب بها اما نحكي لك مع جلال القادري صعيب برشا راك باش تشوفوها بالخزري بونتا قلت لك يا كلوار يا 9.5 انت وديسبوزيتيف رايي انا ثلاثه يكون يوسف معناها في الماتش هذاك نستحقه بصراحه مثلا مش الكوره وكل شيء نعيم سليتي خليسي كان حاضر اذا كان حاضر خليسي انا شخصيا نتخيل خليسي واضح يعطيك الصحه يا مات هاي برا خويا عندك قهوه ده اللي وشيك ده اللي كان ما يزعل ان شاء الله عايشك سلام يعطيك الصحه هاي تحياتي سلم على البيت ان شاء الله راينا مسموع ويتقبل ان شاء الله. ميرسي بوكو يعطيك الصحة خويا. هاي نواصلوا في اللايف نشوف شكون يحب يطلع معنا شوية ناخذ معنا آراء لاعبين هشام أو معنا هشام. كافو أشياء كذا في الفرق في الفرق مش لاعبين كذا فرق عظيم. ثم أحمد فارس هما دي كونديسيون كيف تاع الكليما في الفريق يعرفوا مليح معنا. مهم برشا يكون يلعبوا الاجواء شفنا في كوب تفريق ما عاونوش شي ماذا بيك سلام خويا شنو اخبار سلام سليم شنو الامور نعم الحمد لله شنو حوالي والله
الحمد لله من جنوب التونسي من جابس قدم لك راحي. مرحبا الشرف اخويا، ركح الكاميرا بالباهي ما ماهيش راكحة. هيك واضحة. هاي باهي. هاي يا هشام شنو تحب تقول بايجاز؟ خلينا ناخذ معنا اكثر عباد قبل ما نعطي فرصة للناس الكل. والله حبيت نعطي رأيي في الليستة بتاع الناسيونال اليوم اللي ريتها معناها فما خيارات معناها والله تمنيت نشوفهم اللي هم ياسين شماخي بتاع النادي الإفريقي ولاري العزوني وش اسمه الاخر بتاع ليتوال نرجع زبي هذاك بن عمر محمد امين بن عمر. اي محمد امين بن عمر هشام كريدوك انت؟ لا انا محب الملعب الجيبسي باهي وكريدوك يستحب نجاوبك انا تحب الكريدوك باهي. ياسين الشماخي انا في وقت من الاوقات ظهر لي من احسن اللاعبين اللي كانوا في تونس هذه في وقت من الاوقات، لكن توا حتى في الكلوب بعيد برشا على الفورمه، معناتها باش تعيط له المنتخب وهو في الكلوب ماهوش قاعد يعاون، اعطيني قد عنده ما سجلش وقد عنده ما عطاش فلوس، لا راهي عاوزين نسمع كما الشماخي بصراحه مانيش معاك راهو وحتى حد ما ينصر يمشي معاك. كيف محمد امين بن عمرو كيف لاعب كبير لكن كيف عنده مده كان كروازي ودوبا رجع يلعب وحتى في الادوار مازال ماهوش اساسي معناها. دونك في اعتقادي كيف ما عندوش بلاصه اليوم في المنتخب لكن ان شاء الله يرجع الفورمه نتاعو الاعتياديه وان شاء الله يكون في المنتخب علاش لا. واستبعاد شيخاوي على الكيب ناسيونال شيخاوي نورمالمون حتى في المنتخب حتى في كيبته ماهوش لاعب ياسين الشيخاوي. خاطر لي ماتش هذوما تاع كاليفيكاسيون دو كوب دو موند لازم جوارات خبره فهمتني انا حسب نشوف انا تفرجت اليوم على الكونفرنس دو بريس تاع جلال قادري صحيح فما جوالات كانوا معناها قبل في الليست الموسعة كما نشوفوا الفرجاني ساسي كما خيري كما العيدوني أنا من رأيي معناها فما دين ويو فهمت في المنتخب الوطني التونسي لازم نحافظوا عليه فهمتني مجال الدفاع والوسط ما لازمهمش يتبدلوا فهمتني خاطر فما جوالات عندنا مثال في الترجي التونسي مثال عندنا برمضان فما جوالات عندهم اكسبيريونس في الافريق فهمتني مش تجيب جوار مثلا بتكون في الاوروب ما عندهاش فكره على الاجواء معناها في الافريق مثلا على الكليما على السخانه وعلى فهمت الفكره تاعي ولا؟ اي صحيح واضح هاي اكيد يعطيك الصحه يا هشام ميرسي بوكو خويا يعيشك ربي يفضلك عيش خويا سلام مرحبا بك باهي محمد امين يقول لي نحب نطلع اي مرحبا يا خويا مرحبا بك مرحبا الناس الكل اللي حبوا يطلعوا بايجاز ناخذوا كل حد كلمتين قبل ما نسكروا باش نخليوا اكثر عباد يتدخلوا معنا محمد امين حاط تصوير تشرف الخاتمي السلام خويا شنو سالي لاباس شنو الامور؟ والله الحمد لله اول حاجه جا ربي رانا مغروم سلامة كان يعجبني تكنيك مو قوي قبل عرفت؟ كان يعجبني اما قاشي معناها كان ملياقه ما خساره ما عطاش اللي كنا نستناوه منه فهمت؟ نفحاوي صحيح بون اول حاجه برجوليه كل واحد فينا اسمعني سلام كل واحد فينا عنده جمعيه كلوب ليسبيرونس بجاه ربي اول حاجه راه تو كيف ناسيونال برجوليه يعني حب كلوب انا ما نقولكش شماتي ما نقولكش شنو خلينا نفهموا كوره ما واحد يفهم كوره لازم كل حاجه لوجيك كمان برجوليه هذاك معناها ريسبكت ليزوبينيون الكل اي دونك خلينا كل واحد يحكي برجوليه لوجيك وكيف ناسيونال طب الكوب داراب ولا مكشخ جنب سفيرس وكوب جنب كوبيت وجنب ديتوال وكلهم يبريو مع بعضهم كوب دي مونت ان شاء الله كيف معناها كان مشترك وكنا باش نمشيو مع بعض شنو اخر اسمعني برجوليه ليست ماهيش خايبه كمان شنو فما انا عندي انا باغ اكزومبل حنا بال
خويا جون جوور كل شيء وطالون، مي خويا مازال ما حدش ساق في ليكيب ا، ميم با ملعب حتى 2-3 مينوت مع ليكيب ا في مانشستر. وانت هاكري ديجا في الماتش الثاني كونتر مالي لعب 60 دقيقه، ميم با معناها تقول معناها مش نتاع الماتش هذوك، فهمت سلامه الحق نتاع ربي راه ما تنجمش تحطه في الماتش كيما هكا. كي مالي في دو ماتش باراج معناها فما دي ماتش ما تنجمش، مش تكنيك الماتش هذوما راهم اكثريه مش تكنيك، فهمت نتاع اكسبيريونس نتاع تعرف الافريق نتاع زمت شويه تجيب ماتشوك هكا هو، فهمت شنو اخر معز حسن وهاني كي بيس نقول معز حسن بن جليم ما يستحقش الحق نتاع ربي. بون هو كاتريام كي هو كي بن شريفيه ما عنده حتى فايده، دونك البروبليم هذايا مش باش نحطوه اختنا بلاي يقول لك بن شريفيه مش ناقصين. الغندري بار كونتر والله مانيش كونتر، معناها اربع ماتشات لعبهم الحق نتاع ربي، رولونس مزيانه عنده رولونس مزيانه يخرج كره بالكدا وسوليد معناها اون بلوس يا اسلام كي عبد يقول لك الغندري لا اعطيني اسم عبد داخل اعطيني ديفونسور في تونس ما عندناش بالحق راه بلا يعطيني كان تعرف انت يا تسالف داخل نجيبوا جسر الخميري كما في الدرب زيحة سيد مطرد من امريكا ما عندنا حتى بالرسمي ما عندنا حتى ديفونسور راه بالحق. ابخي في الاغيير الحق نتاع ربي هذوك هم معناها معلول وعابدي هذوك هم معناها اللي بيفو لوجيك. القدام فما بروبليم انه ما نعرفش كان ترا كيفي ولا انه الجزيري والخميسي عندهم بريسك نفس البروفيل معناها عرفت كالجوار يعملوا البريسيون برشا على 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 الديفونس نتاع نتاع الادفيرسير وكل شيء. انا ما نعرفش نحس ما عندناش عندك برشا تكوينات باش ندلوا شكون نعيطوا وشكون لا ما عندناش اذا تكون نو مي اسمعني مهدي كنت نسمع فيه يحكي حكي على توزغار قلب بليسي بس مش بليسي توزغار ديجا في الليست في ماتش 3 و سانت اتيان غدو تسام تاع الليل دونك مهدي لازم تشوف الفزاريه يعاون مع توزغار بو موا لي يعاون توزغار البروفيل نتاعو كوميم راهو نتفرج ماتش تروا كل معنا اسمعني صحيح مش يلعب تيتولير كان بليسي صحيح مي بون مش نقول لك ماركا كونتر مارسي معناها ماركا كونتر مارسي كوميم يا خويا راهو الليغ 1 معناها الحق نتاع ربي ما تلعب في الليغ 1 مانيش كونتر بشجع الخنيسي كل شيء عنده اكسبيريونس مي كوميم مش باش نجيو توا الجور يلعب في الليغ 1 نمشي نردوه عباره سيد ما يعرفش يلعب كوره فهمت. وابخي زاد بون ما حبش نرجع لحكايه القدم نتاع ما حبش يجي مع الليغ ناسيونال كل شيء فهم برشا فازت فريق نعرفهم انا ديجا اللي هو كان العبد كاليف الكل من بعد في الكوب دي موند في الليست قالوا له معناها طردوه معناها انسان يعمل كاليف الكل بعد يجيبوا انسان ما عمل حتى ماتش في الكاليف يحطوه في كل دي موند بيان سور انت باش تغشش هو سعد الدير الاسلام انت في بالك هو تغشش كيف يجيبوا فيه وميم با ياخذ في طون جو فهمت دونك تزقار عنده الحق يتغشش حاجه عاديه ما عمره ما قال ليه راهو من الليكيب ناسيونال فهمت عمره ما قال ليه فما وقت قال ليه لكن بعد اقنعوه يتغشش قال ليه بس بون كلامك صحيح كثير مش قال لي يعني قال اسمعوني بلغتنا معناها ما نتملكوش على بعضنا فهمت معناها كوميم تعيط لي مثلا كاليف الكل بعد يقبل كوب دي موند جيب انسان ما لعب حتى ماتش في الكاليف تحطه في بلاست كوميم زاد احسبها انت اسلام نفس الحاجه معناها باش تغشش مش خاطر هو معناها مولود في فرنسا معناها احنا نزور ذاك فيه ولا فما اون بليس برجولية نحيوا حكايتك اليكس ديزيكسبات اللي مولودين في فرنسا درجة كيفيه كلنا توانسه برجولي مولود في فرنسا في المانيا في درشان وهاكم ليتو في كل دافريك الكل دراب كلهم عيطوا مع بعضهم جا ربي نحيوا المونتاليتي هذيك برجولي يعني ولا لا فما حتى ديفيرونس بيناتنا جمله مولود تونس فرنسا درشنوا الكل راهو في الاخر دراب واحد ما يعطيك الصحة يا محمد أمين خويا كلامك كل ما شاء الله مقنع على الاخر يعطيك الصحة المهم خويا ان شاء الله الكاليف وان شاء الله نعملوا امبيونس باهي في قطر وش يصير ان شاء الله السلام عليكم بابا دونك يعطيكم الصحه مازال فما شكون يحب ياخذ باهي بايجاز الناس الكل خلينا نحاول ناخذ الناس الكل كلمه قبل ما نسكر برايك حمادي خلينا ناخذ اذا فما شكون يحب يتدخل معنا كلمه من غير ما تطولوش والكلام اللي تقال غير ما نعرضوش نحكيو نحاول نتذكروا نقاط كما ما تقالتش باهي ببطل برايك حمادي باهي عندنا شكون بخشينا مرسي
شوال كان لازم يعطيه فرصه شادي يرجع هو نتاعه يا سابر شوال. على زهير كيف كيف عنده مشكله بتاع اقامه في الامارات لازم تحل المشكله هذه تتسوى قبل ما يكون في المنتخب. خموا فيه على زهير لكن فما اشكال نحكي عليه في وقته هو اللي ما خداش يكون في المنتخب في الفتره هذه. بحب الشبرامون تاني بسنة عندك شبيه مرسي دونك يعطيكم الصحة الناس كل نكمل اللايف بتاعنا الليلة نحاول نعرضوها إن شاء الله قبل ماتش للي ولا بعد ماتش للي نحكيه أكثر على المنتخب بحبيكم أكيد اللايف هذا تلقاوه عشان بتاعنا في الوزنون إسلام من مدريد على خير.